أحمد، إحنا في أجواء لها علاقة بقضية مصيرية ومهمة جدا بالنسبة لنا كلنا كعرب وكمصريين، اللي بيحصل في فلسطين. فأنا محتاجة منك تحكي لي وتحكي لفاطمة وتحكي لناس كتيرة جدا، إيه الكتب اللي بالنسبة لك تلخص أو تخليك على دراية كاملة بالقضية الفلسطينية؟ أحضر لك كل حاجة. أشكرك. مليش فاضي، إيدي فاضي خالص يعني. طيب أنا في حاجة عايز أقولها الأول مهمة جدا. أول حاجة، عندنا غلطة كبيرة جدا في القراية عن القضية الفلسطينية. إحنا بنقرأ نفسنا، بنقرأ إحنا كاتبين إيه عن القضية الفلسطينية، بس ما بنقراش هم كاتبين إيه، ولا بنقرأ الغرب شايف الموضوع إزاي. وعشان نقدر نفهم الموضوع بشكل صح، لازم أسمع الأصوات التانية بتقول إيه بالظبط، لأنه الصراع سيظل موجود طول ما كل واحد بيكلم نفسه. لازم أسمع كويس أوي بيقول إيه، بغض النظر عن الحرب الدايرة، بغض النظر عن الأمر العسكري اللي موجود. إحنا كشعوب عشان نقدر نفهم بعض كويس أوي، لازم نقرأ روايات بعض ورؤية بعض، عشان يبقى عندنا وعي إن إحنا نبقى فاهم الآخر هو ليه عنده عداء معايا. الفهم ده بيخلص نص المشكلة على الأقل، أبقى فاهم أتعامل إزاي، خاصة بعد 75 سنة من الصراع، 75 سنة من الجرائم شغالة. فمش ممكن أستخدم نفس الحل عشان أتوقع أنه بيعمل حاجة تانية. لازم أبقى فاهم الأيديولوجية بتاعته عشان أبني عليها ردي أو جدلي أو حجتي. أنا هرشح كتاب، طبعا بداية في كتاب مهم جدا اسمه رأيته رام الله، رأيته رام الله. والكتاب ده بيتكلم عن التهجير، إزاي النهاردة هذا الشخص هاجر بره فترة كبيرة، وعند عودته إلى بلده الغربة الرهيبة اللي كان حصلها أنه مش راجع بلده، ده كأنه بيشوف كل حاجة لأول مرة، إحساس الاغتراب. عشان نقدر نفهمه، إحنا النهاردة عايشين في بلدنا، بس عشان أقدر أفهم الفلسطيني حاسس بإيه، أنا لازم أشوف فكرة الاغتراب بتعمل إيه في الناس، عودته للحي بتاعه بالغربة بتعمل إيه. ده كتاب مهم جدا وأنا شايفه ديسنت جدا جدا. على صعيد آخر، ممكن نبص مثلا على كتاب البحث عن فاطمة، في كتاب اسمه كده، دي قصة حياة امرأة فلسطينية، والكتاب ده مترجم بتاع أستاذة غادة كرمي، وكتاب مهم جدا جدا، وانا اعتقد ان هو كتاب بيورينا الوجه الاخر للمرأة الفلسطينية عاملة ازاي. احنا بنشوف الحرب، بنشوف رجال الحرب، بس مش شايفين المرأة الفلسطينية هذا الجزء من الحياة عامل ازاي. ده برضو انا شايفه مهم جدا. في كتاب اسمه قصيدة في الحب والظلام، ده بتاع أموس أوز، وده بيتكلم عن حلم إسرائيل وإزاي إحنا جايين لأرض الميعاد. ما هو بصي على الناحية التانية وستجدي إن في ناس عندها وعد توراتي بالعودة إلى أرضنا تاني، ودي أرضنا على فكرة، واللي قاعدين دول لازم يمشوا. يعني وجهة النظر الناحية التانية، المرآة الناحية التانية، بتعكس قصة تانية خالص، ولكنه بيتحدث عن إنه هذا الحلم اتكسر جدا وما عملش الغرض بتاعه بسبب اللي حصل في فلسطين. تعال نشوف النهارده الرحله بتاعت بني ادم شايف الارض دي ازاي والحلم ازاي وشايفه وصلت لفين. ده صوت مغاير للموضوع، شايفه مهم جدا. وفي كتاب اخير اسمه ذا ايرون كيج، او القفص الحديدي، بيتكلم عن ليه قرروا يعملوا القفص الحديدي او الجدار العازل اللي موجود. ده كتاب مهم جدا جدا، واعتقد رشيد خليدي هو عامل دراسه مهمه جدا عن فكره تاثير ده على الناس اللي عايشه جوه عامل ازاي. الرؤيه اللي انا بقولها النهارده انه غلطتنا الكبيره ان احنا بنفضل نكتب في كتب مليئه بالالم والرثاء فقط على ما يحدث او ببعض الذكريات اللي موجوده، لكن لا بنحلل ولا بنسمع صوت الاخر. انا بقول الى ان لم نسمع صوتهم بيقولوا ايه عننا، عندنا ازمه كبيره قوي. فعشان كده انا مرشح كتابين اللي بيعبروا عن رؤيتهم عشان نفهم هم بيقولوا ايه. ودي من أساسيات المحاججة، أو من أساسيات أن أنت يبقى عندك طريقة لإقناع الآخر. أنت لازم تبقى مذاكر منطقه كويس جدا عشان تقدر تحضر المنطق المقابل، ما تبقاش لقمة سهلة وسائغة بالنسبة له. ضابط الجيش أو ضابط الشرطة الناجح اللي بيواجه إرهابيين بيبقى عارف منطقهم كويس قوي. أيوة. وقاريهم كويس جدا جدا، ولما بيجي يكلمه في آية في القرآن أو حاجة فبيقوم ردد عليه بنفس الحجة بتاعته لأنه قاري الموضوع. مش ممكن أقول إن أنا مش هفهمهم خالص ومضطر أفضل أحارب، أنا كده بحارب حرب عمياء بدون ما أفهم هو عايز إيه أو عاوز يوصل ليه. معركة فلسطين هي ليست مجرد معركة سلاح، إنما معركة وعي، وعي وإدراك وحجة، وأجيال جديدة بتكون متشبعة بهذه القضية.
أنا بشكر جدا الكاتب أحمد مراد على حلقة النهاردة. أشكرك. أنا بشكرك أحمد مراد. إحنا ابتدينا معاك بروايتك الأحدث واللي محققة مبيعات كبيرة جدا وجدل طبعا، ده العادي، أبو الهول. مرينا بمجموعة كبيرة من الروايات اللي تحولت لأفلام سينمائية ناجحة، مرورا بتجربتك الأحدث، وخليني أقول الأجمل، لأن فيها فاطمة، لأن فيها بنتك، لأن فيها جيل جديد بنحببه في القراية وبنبسطها له وبنحكيها له بشكل ودود جدا، وما نخليش فيه غربة أو عداوة بينه وبين القراية. أهم حاجة في البرنامج ده هي مش أنا بجد، يعني لأنه أنا بعرف أتكلم على الراديو، أنا بعرف أكتب، أنا ممكن ما أعملش ده خالص، لكن هي وجودها مخليها عاملة رابور لكل جيلها. يعني النهاردة لما بيسمعوا بيشوفوا أن حد بيقرأ، ده بيشجع اللي جنبها واللي زيها أن هي تحب القراية وتشتغل بشكل كويس. وبصراحة هي لو ما عندهاش القراية أنا مش هعرف أمثل ده أبدا. يعني هي بالفعل بتقرأ، عشان كده أنا عرفت أن أنا أعمل مع هذا البرنامج. وقال لك كنا جبنا ممثلة تقول ده، فبصراحة هي كانت أقرب حد، مش عشان هي بنتي، وكان لازم تعمل ده لان هي لا، بس هو مهم انها بنتك يا احمد. يعني انا بالعكس حاسه بالود والحميميه، غير كده هتبقى حاسه انه درس، انما في أكيد. النهايه أكيد. في ابويه كده في توصيل المعلومه وطولة بال وبجامات وغلاسه منزليه وكل اللي انت عايزه. اصلا في حاجات كل الاكسسوارات المنزليه، في مشاهد ولقطات كده بتنتهي بانه لما المخرج بهاء، يعني مخرج عظيم طبعا، كان يقول كات كده، كانت اول حاجه تلفت، ايه يا بابا اللي انت بتعمله، ايه اللي انت قلته. يعني اقصد ان احنا عندنا هذه المسافه من ان هي فعلا مش عارفه. طب عايز اسالك سؤال بس جاوبني بصراحه. حاضر. اصل انا عندي احساس وبتخوف اقوله، ما عندكش احساس ان احنا كجيل عنده ولاد في سن فاطمه ان احنا مقهورين؟ لا حرام، لا خالص. مقهورين؟ لا طبعا، احنا مسحوقين حضرتك. مقهورين فين حضرتك؟ الكاتب الشهير والروائي احمد مراد وفاطمه احمد مراد. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.